ثانية تخلص باتشي اليوم. لحظة. هدي لباتشي بيتكم وجاية مو أحسن؟ من استذكر الموقف ابكي. هو شنو هو الموقف؟ صار لي ساعة سألك الموقف شنو؟ شنو صار وياك بالضبط؟ أريد أعرف. عاملتي شردت. لا. صدق والله؟ ليش؟ شو مسويت لها؟ تشين صدق انتي؟ ليش اكيد شردت من عندك؟ اكيد طبعا تشغليها هواي واكيد عامله، شو تصير؟ هي هم نفس، هم بني ادم، اكيد تنهزم. يا عيني شو شغلها هواي اصلا؟ شغلها مو تمام، حتى من تنظف الغرفه ادخل وراها انظفها انا. شو القضيه؟ شو السالفه؟ لا شلون قبلتي بيها؟ بعد شلون بعد؟ ها راتب ما اعطيتي الله. ما اخذ مني راتب اربع شهور. شو اربع شهور؟ مو صار يمكن اسبوع ما قد عندك؟ اي نعم، اجت لي اليوم الاول قالت لي اريد راتب الشهر الاول. هذا والله اوكي. اجت اليوم الثاني قالت لي اريد راتب الشهر الثاني، اجت اليوم الثالث قالت اريد راتب الشهر الثالث، اجت اليوم الرابع قالت اريد راتب الشهر الرابع. وانت كم وش تنطين وليش؟ لان تقول لي اهلي محتاجين، ابني مريض. وانطيه. يا اربع شهور؟ ايش دعوه؟ شو القضيه؟ بعد هاي اذا يكون ما تشغليها هواي. ها انا اسف طبعا. بس خاف رجلك يباوع على النسوان هاي سوالف. ميت على النسوان؟ لا ميت حقيقي، عايشين بس انا واولادي. ها ها ها، انه بهالبيت ما بي رجال، هاي العامله لحد ليش انهزمت يا ربي؟ قول لا هاي ولا هاي ما بقى لها قضيه واحده، احنا دائما نعرف انه العاملات اذا يعني سويت مشكله العاملات ينهزمن يعني بصراحه. تسخريها هواي يعني السوق، روحي للسوق تعالي، روحي للسوق زين هم نفس هم روح بهالحر مالتنا هذا تروح كل شوي 24 ساعه للسوق والمحلات اكيد تنهزم. صح تروح هواي للسوق. ها ها بعدها علي ما تبكين، المفروض تعامليها زين توديها مره واحده وخلاص. اسمعني ها، تروح هواي للسوق لان انا اخذها وانسها اشتري لها، كل ما اروح للسوق اخذها وياي، كل ما اروح للسوق اخذها وياي، كل ما اروح للسوق اخذها وياي. وتشتري لها وكذا وهذه طبعا لازم نعرف هاي العامله شلون انهزمت، تفتهم كون كذا هو انا اذا تدلليني هالشكل بعد ما اظل اشتغل عندك طول العمر، بعد هاي ليش انهزمت هذه؟ ليش؟ ما اعرف يعني انا جيت اجيب بالي فكره إيه؟ تراودني فكره شنو؟ اروح اشتكي. ديري بالك ديري بالك، تعرفين اذا رحت اشتكيت ايش يقولون؟ يقولون انت كاتلته ودفنته. اي والتاجرين بالاعضاء البشريه احتمال. إيه طبعا والله شنو؟ هاي لا وراها اهل يسالون عليها اخطيه اهلها وين؟ ما ادري بها دوله. أكيد فسوي باغي بكتي أعضاء البشرية وبعتيهن مدري 200 مليون هذا وبالأخير دفنتي. أوكي ترين تسجلين؟ روحي روحي بلغي روحي بلغي. أنت شكلك ترين تسجلين؟ لا 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 ما بلغ أولادي من قولهم. لا لا بلغي بلغي خاف حقك يضيع بلغي. لا لا نسكت خلاص هذا نسكت. عفيه وين راحة؟ البيت؟ للبيت للبيت، عبالي إنه رايحة لل لش اسمه. إيه ألو شربة المقلب حبيبي، جيب العاملة مرة ثانية خبيها على غير بيت. حبيبي احنا مو مكتب مجاز مثل باقي المكاتب المجازة من وزارة العمل، احنا مكتب ما مجاز، عايشين على هاي المعثرات. بس ورا جاي نحصل فلوس.